ما راح نقول لكم يومية، لكن على الأقل كل أسبوع يمر نسمع باعتداءات ينفذها أهالي المرضى ضد الأطباء لسبب أو لآخر، لكن عمرنا ما سمعنا باعتداء ينفذ طبيب ضد مرافق مريض، لأن إحنا نعرف إيش قد الطبيب يطول خلقه ويتحمل هاي المرضى. اليوم جبنا لكم قصة غير بطلها طبيب ينفذ اعتداء على شاب كان ويا أخته المريضة برزها الطوارئ. يمكن إلحاحة على الطبيب حتى يعالج أخته لأن كانت بحالة خطيرة، كان سبب استفزاز الطبيب. لو تدرون إيش سوى؟ قام وضرب الشاب بوكس، والمشكلة كان شايل قلم وإجا القلم بعينه، وهنا صارت الكارثة، راحت عين ويمكن للأبد. تعجبتم؟ اسمعوا القصة من صاحبها. أنا أمس عندي حالة طارئة وجبتها للمستشفى، سووا التخطيط وجيت للدكتور. يا بلوك الدكتور مشينا عند حالة طارئة، حاجيت حاجاتي قلت يا بستعجل حالة طارئة، قام وضربني بوكسي وكان إيده بيها القلم ودمر عيني، فأنا طالب وزارة الصحة ومحمد الشيع السوداني يعني يأخذون قانون يتخذون الإجراءات. هذا يعني قال دكتور أنت حالة طارئة جستج عصبي، المفروض الدكتور هو اللي يبردك ويلاقي حاجة حلوة، فجأة يضربني بالقلم، شنو القانون هاي؟ وثاني شيء مسنود ومن قبل حزب، وش نسوي له؟ ما يصير شيء، يرجع يداوم حتى يطلع من السجن. والد الضحية يقول مدى أتخيل طبيب يضرب مرافق مريض ويضيع عينه، وكل ذنبه أنه خاف على أخته. طالب صحة واسط ورئيس الوزراء بإنصافهم. أنا والد المريض فاجأت بهالحالة هذه، صارت ناحية شيخ سعد. ابني جاي راجع وعنده مريض خطر وجاي الدكتور، والدكتور يضربه ويوقع عينه، هاي الحالة الإنسانية انطالب صحة واسط، انطالب دولة رئيس القانون رئيس الوزراء. بهذا الحال اللي سقط ابني عينه نهائيا، هل هاي الحالة تصير ثاني يرتكب عليه ويشتكي عليه بعدين؟ وهذا هو الراقي ومستشفى ابن الهيثم، البارحة سووا له عملية وباكر سووا له عملية وعينه منتهي نهائيا. يمكن دائما نسمع العكس، بس هم ما يدري يتخيل طبيب يسويها. زين راح نقول هذا الطبيب فقد اعصابه لان بالفعل هو مضغوط، بس هذا مو معنى انك تضرب شاب على عينه وتضيعها وسلامتكم. ادي اتصال وياي، راح يكون اخو شقيق المعتدى عليه. الو حسين. الو السلام عليكم. عليكم السلام حسين، حياك الله. أنا حسين مايا شقيق المصاب حسن مايا الثاني. طيب حسين، أريد أفهم من عندك شلون صار الاعتداء، يعني مثلا حسين هو حسن اعتدى على الطبيب بكلام، شلون بدت القصة بالضبط؟ أعتقد هي كانت أختك يعني بحالة خطرة. نعم حقيقة شفت على بداية نشكر قناة المطرة. نعم القصة صارت طبعاً في عملية جراحية كانت خطرة، ويوم 3/2 يوم الساعة 10 بالضبط يعني صارت هبوط ونقلوها خذها شقيقي حسن للمستشفى المركز الصحي في قصعة تابع محافظة واسط. دخلوها غرفة الطوارئ والطبيب كان موجود بغرفته، كان وضعها صحيح حرج، فطلب اخوي شقيق طلب من الطبيب انه يسرع بالمعالجة الشقيق. يعني الطبيب قال له انطيني مجال، المهم صار الحاح من شقيقي انه يسرع بالحالة لان وضعها صحيح حرج وتعبانة جدا. تمام. اتفاجئ اخي يعني بعد قيام الطبيب بالضرب المبرح باستخدام القلم وتلف عينه اليمنى. زين حسين، اثناء المشادة بين حسن والطبيب، زين ما كانت يعني داخل المستشفى امن، احد ساعدهم، احد يعني نقول المتعارف علي دائما يعني اذا صار هاي الحوادث الطبيب موجودين امين.
الطبيب يعني ينادى على مين او ايش اسمه، ياخذون اللي شاجر او اللي سمع الطبيب كلام. يعني هو الامين بالباب بالاستعلامات دقيقه كان متواجد داخل غرفه الطبيب. اي فمجرد يعني الالحاح يعني كان يسرع بالمعالجه فاجئنا بان الطبيب ضربه، وضرب مو حقيقة ادى الى تلف عينه. يعني اخوي صارت عمليه يعني جراحيه فوق الكبرى وفي عين اليمنى، يعني سبب له تمزق مخلط العين ايضا وجرح في القرنيه وكذلك تمزق الغشاء الداخلي عدسه العين وهطول. المهم يعني وضع كلش حرج، واضافه الى ذلك عندنا موعد عمليه ثانيه يوم الخميس القادم ان شاء الله مشافات. بس حسين سؤال هسه، يعني الطبيب بالمستشفى كان شايل، هو الروايه تقول هو كان شايل قلم بالضبط وضربه بعينه؟ نعم اللي هو اكيد كان يستخدم القلم، لان قلت لك هو عنده مراجعين، يعني مراجعين يجونه يمشي مراجعين، واكو حالات بالطوارئ. فهو ما من ضمن المراجعين شقيق على اليسار علي، قال له يعني لازم دكتور تروح لشقيق خبرته الطوارئ ووضعها صحي مع انه يساعد. فهو مستخدم القلم يكتب به اللي يشخص العلاج، وهذا بالقلم يعني سواه لعينه. طيب